بقراءة جماعية طواف سورة البقرة إن شاء الله عز وجل. على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اليوم هو احتفال باليوم الوطني للإمام بما يكتنف بما فيه من معاني ومقاصد وأهمية التي كان من خلال القرار الذي أخذه السيد رئيس الجمهورية أنه جعل ليوم للإمام هو درايته الكاملة على هذا الدور الفعال في المجتمع. فالإمام هو القدوة، فالإمام هو النبراس، فالإمام هو اللي يلم المجتمع وهو اللي يوجه المجتمع. إذن دور بقدر ما هو رباني كما ورد في الآية وبالشعار وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فهذا الدور هذا الذي خص به رب العالمين، خص به هذا الفرد أو هذا الإنسان وهو الإمام، رسالة قد كلف بها الرسل والأنبياء. إذن فمن جانب الرباني رسالة قوية جدا، لأن المجتمع يمشي برسالة، والرسالة الربانية لابد أن يكون لها ربانيون، وهذه الرسالة اللي من خلالها رسالة هداية، رسالة تنوير، رسالة توجيه، رسالة تربية، رسالة عناية بمجتمع وحفاظ على ثوابته وحفاظا على تماسكه. كان في هذه الآية كل معاني دور هذا الإمام. أما فيما يخص الدور الرسالة أو المهمة للإمام في المجتمع، فأنتم على دراية أن المجتمع الجزائري مجتمع أولا متماسك ومتماسك أكثر بدينه، برسالة النبوية، برسالة الإسلام، والحفاظ على هذه الرسالة. الحفاظ على هذه الرسالة تتطلب أن يكون لصاحب هذه الرسالة مقومات ومواصفات تعطيه الحق أن يكون في مصف أصحاب الرسالة من أنبياء ورسل. فبأخلاقه، بتميزه، بقدرته على الإجماع، بقدرته على التوجيه، بعلمه كذلك، قد ذكر المتدخلون على أن يكون الإمام ابن عصره كما ذكر مالك بن نبي، أي إنسان لابد أن يكون ابن عصره، فلإمامنا أن يكون ابن عصره كذلك، ويساري التكنولوجيا، وأن يكون ملما بكل ما من شأنه أن يدعم أولا رسالته، وأن يكون قدوة ومقبولا كذلك في أوساط المجتمع من أخلاقه. فهذه الصفة التي خص بها رب العالمين أقرب الناس وهي الرسل والأنبياء، ورسولنا الكريم كان قدوة في الأخلاق وفي السلوك الطيب
وفي قربه لمن حوله. فالإمام اليوم رسالة قوية جدا، أولا اجتماعية، وكذلك رسالة ربانية، وكذلك رسالة لحفظ أو الصون هذا المجتمع من كل اختلالات، من كل تفرقة، من كل عنصرية في التفكير، من كل ما من شأنه أن يهدد كيان هذا المجتمع، هذا المجتمع اللي كان وما زال مسلما وإلى الأبد إن شاء الله. مرسي يا بوتوس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زورت شكرا إما طفنا كي يرند عنا يعني القديشة كي بوسيقى ينتك التمزوالوت تمغرى المشايخ الجوامع يعني ذا استعرف أفين يخدم من إثمتسية المجتمع كزيه قبل الاستقلال ناد الشيخ الجماعة ذا زامول ذا سامبول تمريريت قرثاس ذو ويثورو انتك فرق الملك الخلاف داخل الجماعات انت ايتي تفكان الساقينيان اني خدمة كان اوصل ويت تكدوذا ذا استعرف بينك رؤينك صعود يعني المحنات نيادة نكني فقنة التمريح اشو ازمرا يخدم الجماع تشكا دينيغ الجماع معنا ذا الشيخ الجماع دقيتي سي وسون كيني ثورا كساعة واحد قلب عشر سنين ساعة دار دقيا ديني صفرح عندي دي تدون الجوا ما الحمد لله عامر نصير مزين يعني كل دعمل الجوا ما رنون ونتعطي لنا ألف نادي ألف ونتع بالك أنا نص قوس نعمين نوض ألف يعني أمر حددي والدورة أسأل الاستقبال من هذا الأمور دين أن يحصوا أشوب بزالي تاكل الغاشي تمور ثقين الجماعة أذن غير ديزكور إنك حرصن باش أدفدن أرغورنا أفوس المعاونة إزكورد الغاشي قفل أدزكور ويا قفل نزوير لكنا إذا كان إدي يسكدي فينا وكاين يتقارن كان أكب وكان بلي ثم مرثاقي في الدين نغث مرث يكشميت السوسة تغارين الرتفير دين الصفرح أكينيغ يعني كنت مقر غرزات بلي إن شاء الله الخير مقرا إدي تدون إثم نطاقي نتزي وسو نحمد ربه نشكر فين يغي صغار يملايا غي نور نسين صلاة فن في الطهر يغي دي صوت الأخبار أكين هيدي ومروحنين أربي فتحق البصر قيل من عثار تجعر ضاغ الصالحين مردني نيت جعل ذاك الصالحين أدنف بالليك المصلحين المشايخ إعرضيا إثمورة القبائل واسمي دي خلق ربي ثخلقيث اللان زرعان الخير نشران الخير تصمرنا في الخير تكسن الظلم التعدية في قلان داخلنا المجتمع مردناف الإمام داخلنا المجتمع قرنص الروح كنيس القبائل أكيني سدر ثونسعار الشيخ الجامع سدرت وسعارة الجامع سدرتني وسعارة الروح الوقت دورنا الإمام داخل المجتمع يزدين الخوة ينشر ثقمات يتكس العداوة يتأصيل القيم بينه من قار لي فالور داخل لا سوسيتي الساقين ذاس الإمام ذاس يريحوس الإمام بليك ذيون العضو الصالح داخل المجتمع دايما أرير نو شالله الخدمة أدير نوك الرسالة أذي الزو أذي الصين تيك جدا العالي السرد يغالن السلفيدة أما أفثمورس أما أفلعباد أما أفثروان كامل أذي رفض ربي في الأغشدة أدي السرصر بي ثلويث جاء ولد لهنا ثلويث أرثي مليلس. بارك الله فيك أخي حسن. احنا اليوم يوم 15 سبتمبر الذكرى الاولى، ذكرى اليوم الوطني للامام. في الحقيقه في هذه الذكرى نتذكر بان الامام له دور كبير جدا، له دور كبير جدا في المسجد، له دور كبير في الحي، له دور كبير في اصلاح ذات البين، له دور كبير في نشر القيم والاخلاق الفاضله عند الشباب وعند المجتمع عموما. وبالمناسبه من خلالكم نوجه رساله للشعب الجزائري ولابناء ولايه تيزي وزو بالاخص لاحترام الأئمة، لرفع مكانة الأئمة. الحمد لله احنا عموما في عاداتنا الإمام له مكانة عالية،
ولكن ينبغي كذلك على المجتمع أن يتكاتف وأن يرفع من شأن الإمام وأن يعرف قيمته الكبيرة التي يؤديها في المجتمع، لأنه إذا المجتمع عموما احترم الأئمة فإن المجتمع سيكون في خير كبير، أما إذا أهين الإمام أو انتقص الإمام فإن هذا الأمر لا يبشر بخير. لذلك من خلالكم، من خلال قناتكم، نهنئ كل إخواننا الأئمة، وإن شاء الله يتعاون الأئمة مع الناس، مع المستمعين لنا، لغرس القيم الفاضلة والأخلاق النبيلة وخدمة الإسلام وخدمة الجزائر. وتحية لكم جميعاً.